لو اتأكد انك سلمة هيكرر العملية تاني. قصدك يموتني انا كمان؟ الله لا يقدر، بس عاوز افهمك ان المسألة فيها خطورة. عارفة ومستعدة. مش خايفة؟ مش معقول اخاف وانت جنبي. انت مش رايحه لو برجة. ليه؟ مش رايحه وخلاص. طب افهم ليه؟ انا خايف عليكي، لازم تبعدي عن الجو ده. يعني ننسحب ونهد كل اللي عملناه؟ دول مجرمين. انت ناسي ان احنا اتفقنا مع البوليس؟ يعني البوليس هيبقى جنبينا. برضه مش عاوز اخاطر بحياتك. حياتي غاليه عندك قوي كده؟ أوي 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 أوي. دكتور أفندم، أي خدمة؟ المنيه إيه؟ فتح عينك كويس، جايز يحصل عنف من رجال شفيه. اطمن. ويسكي ولا شمبانيا؟ لازم ننفذ الخطة اللي اتفقنا عليها مع آدم. حاضر يا فندم. هي دي صباح. سلمى الحمد لله على السلامة يا سلمى. الله يسلمك. أنا مش مصدقة عينيا. أمال ليه قالوا إنك يا حبيبتي يا سلمى؟ مدموزيل صباح، أستاذ شريف. اتفضلي. مش ممكن، هو بتاع العوامة اللي كان مع مرحومة قصدي سلمى. حقيقي بنت بسبعة ارواح. انتوا فاهمين هتعملوا ايه؟ مش عايز اي غلط المرة دي. حاضر. اتفضل. ادارة المستشفى هي السبب. اللي ماتت كانت مريضة تانية نايمة على سرير. والدي بيشتغل في المباحث؟ لا. الاستاذ شريف صاحب مزرعة في الهرم. ممكن يرقص معايا؟ قوي تحت امرك. اتفضلي. ماشي. عن اذنك يا سلمى. عرفت المكان؟ ايوه. بعد ثلاث دقايق بالظبط. شوف شغلك. أمال فين الأستاذ شفيق؟ شفيق؟ اه؟ شفيق مين؟ اللي سلمى مستنياه؟ أنا معرفش إنها مستنية حد. ده أنا شفتها صدفة وكنت فاكرها إنها ماتت زي ما قالوا. مين اللي قاله؟ أنا. أنت مباحث ولا إيه؟ عمال تسأل زي ما يكون بتستجوبني. لا.